صباح الخير لكل المشاهدين. بما انه امبارح كان عندنا سكيبينج للليج داي، اليوم رح اشتغل على اللور بارت تبعنا. رح نرجع نعيد اذا بدكم حلقه امبارح يلي ما طلعنا فيها. على كل حال بدي اياكم تكونوا للناس اللي عم بتحضر حالها هلا لشهر رمضان الكريم اللي بيسيب اكيد الشهر الجاي، بدنا نكون عم نشتغل بطريقه معدله تقدر تتناسب مع هذا الشهر الفضيل. نحن رح يكون عندنا رح يكون عندي ساشن خاصة بهذا الموضوع لساعدكم كيف تقدروا تعدلوا بتمريناتكم. مهم كتير ما توقفوا التمرين أبدا، تحافظوا على المستوى اللي عم تشتغلوا عليه ولكن بطريقة كتير معينة نتشارك فيها سوا. خليني ابتدي مع الصور تبعولنا اليوم يلي رح يخلونا نحكي عن الحلقة تبعيتنا. لما أحكي عن الكوادريسابس، العضلات الأمامية من أعلى الفخذ، بنتقل للصورة الثانية عم نحكي عن الهامسترينج ماسلز، العضلات الخلفية كمان بأعلى الفخذ. تعرفوا أنتوا قديش مهمين هدول العضلات. بنتقل للصورة الثالثة، هون عم بحكي عن جوينت اكشن، عم بحكي عن الرقبة لما اعمل اكستنشن شو اللي بيعمل تريجر او كونتراكشن لعضلات الكوادريسابس. هون في عنا موفمنت اسمه ني اكستنشن، فيكن بكل بساطة بلا اي اوزان انتوا قاعدين على الكرسي بهيدي الحركة تقدروا تعملوا تمرين للكوادريسابس. اكيد اليوم التمارين بتزيد بقوتها، بتزيد بالتشالنج تبعها كل ما انتوا الفتنس ليفل تبعكم يعلى. بنتقل على الصورة اللي بعدها، هون عم نحكي الهامسترينجز اللي هن ان اكشن، عم بحكي عن الاجر الورانيه مطرح ما فيه الفليشات، كيف النية عامله لورا كيرل او فلكشن، هذا اللي بيعمل تريجر اكيد لعضلات الهامسترينج اللي كنا فرجيناكم اياه وحكينا عنهم. بنتقل للصوره اللي بعدها، عم نحكي هون عن الجلوت المسلز، لانه لما احكي لور بادي انا كمان بحكي كمان جلوتس، بحكي الفاس تبعيتنا كيف عم تشتغل، وخاصه لما اعمل سكواتس، لما اشتغل فلور ورك اوت، او لما اعمل لونجز. لكن ببتدي انا وياكم بالحركات، دايما برجع منبلش from A to Z، نشتغل بطريقة تخلينا نحنا نفهم على جسمنا. الجسم والعضلات دايما بيسألوا اسئلة، نحنا لازم دايما نكون عم نعطيهم الانسرز من خلال الحركات يلي منعملها. لكن اول حركة سكوات بلا اي وزن 10 مرات، ما بخلي الركب يقطعوا اصابع الاجرين. 2 3، بعمل تلت بالهيبس تبعولي او بالبلفز تبعي لقدام كرمال اعمل كونتراكشن لعضلات الجلوتس. اند اي جو، ذاتس 4 5 6 7 8 9 10 10، بيرفكت. بنتقل للكتل بال يلي استعملها لزيد التشالنج بالحركات تبعولي. من هون بياخد نفس عميق، هلأ وسعت إجري شوي، الكتل بال اكزاكتلي تحت إجري منا بعيدة، رح انزل التقطها لفوق، ارجع انزل حطها بالأرض بالإيد الثانية. 2 3 كمان 4 كمان 5 5 more to go 6 كمان 7 3 مور 8 2 مور 9 1 مور بيرفكت. بذكر قديش لازم حافظ على صحيح حركة لللور بارت لللور بادي تبعي، ولكن قديش لازم يكون الابر بارت تبعي ستابلايزد. اذا بنزل لتحت بهالطريقة أو بهالطريقة اللي حكون عم يشتغل بطريقة خاطئة، مشان هيك I roll my shoulders back، بشد المعدة منيح، دل في عندي alignment بالسباين تبعيتي، بنزل راسي مش هيك، راسي مش هيك، راسي جالس و aligned مع السباين تبعيتي. great. كتل بال على جنب، خليني بعدني ارجع على البادي ويت تبعي، لأنه كتير من الناس بيشتغلوا على البادي ويت تبعهم. simply من هون رح اعمله، رح اوقف على الستيب، رجع اجري اليمين لورا، اعمل لانج وارجع اطلع لفوق، ايدي هون. That's one and I go up again. That's two. More and more. Three. I go. Four. Great. 5 ضبط اجريه
6 لورا 7 8 9 معدة كتير مشدودة and 10 بريح شوي بياخد نفس بنتقل للإجر الثاني كتير لازم تكون الحركة stabilize والأبر بادي stabilize تبعي شو يعني اليوم بتعرفوا لما أكون عم يشتغل بالعضلات تبعو اللور بادي الأبس تبعولي أو حتى عدة عضلات عم بيلعبوا بالأبر بادي دور كتير مهم هو يثبتولي جسم تبعي ما في يكون عم بعمل حركة أنا وهيك أنا وعم بتحرك ما في يكون عم بعمل حركة لازم يكون جسمي جالس مسيطر على الوضع عم أدي الحركة هون أنا عم بحكي 100% safety لما تكونوا عم تتمرنوا أول priority عندكم لازم يكون safety كيف نقدر نحن نحافظ على الحركة بلا ما نعرض حالنا للإصابة 10 مرات من هون and I go لتحت that's 1 معدة مشدودة that's 2 that's 3 That's 4, come in. 5 more. 6 7 8 9 and 10 and 10. Perfect. حركة تانية, step على جنب. رح اشتغل على walking lunges رح زيح الستاب ولكن هلا رح احط additional weight رح استعمل two plates من هون بعدنا هيدا التمرين اللي عم بعمله كتير هين حيلا واحد منكم فيكون عم بيشتغل عليه برجع كتف لورا بشد المعدة and I start 1 2 ظهري جالس 3 4 I switch and I go 1 2 3 4 كمان رح ارجع اروح لهونيك 4 ب 4 let's roll 1 2 3 4 last time Let's go. تذكروا upper part stabilization. ثبت جسمي جسمي من هون ما عم بيعمل هيك. Spine محمية بعضلات المعدة وبغير عضلات عضلات الكور. One more. Okay great. Plates على جنب. وليش لا شوية floor back kicks. أرجيكم الحركة 5 مرات بكل إجر That's 1 2 3 4 and 5 بياخد نفس عميق لازم تعملوا أكيد بين 10 و 20 repetitions أنا هون دايما عم بحكي globally كل واحد عنده targets تختلف ما في إنسان مثل التاني بالجسم وبالأهداف بنوعية التمرين That's 2 3 تراكم واحدة زيادة هون 4 and 5 أكيد كلنا منختلف مشان هيك التمرين نحنا منقول في screening في assessment وبعدين في targets اللي منحطهم هون بس رح تلاقوا نتيجة طول ما قلكم عم تتمرنوا عشوائيا بركي بتاخذوا نتيجه بس بتكون كتير مينيمال انتم بتعرفوا قديش بتقولوا دائما عم بتمرن كتير بس ما عم لاقي نتيجه لازم يكون في تعديل على البروجرام تبعكم اكيد نوتريشن تلعب 50% من اللعبه كلها انا بشوفكم بكره بنفس الوقت until tomorrow get fit stay fit